وبنبتدي مشاهدينا اولى فقراتنا في نهارك سعيد في الخميس 15/12/2011. كل سنه طيبين. خلاص فاضل يعني 15 16 يوم على نهايه سنه 2011. يا رب بقى يعدوا كام يوم دول على خير، عشان كل يعني احنا تعبنا جدا بدايه السنه. يعني السنه اللي فاتت صحينا على انفجار كنيسه، فيعني كانت بدايه بقى السلسله، يعني اللي احنا لغايه اللي احنا فيه. طبعا احنا فرحانين بالثوره، لكن يعني كانت سنة حاشدة. هنبتدي فقراتنا النهاردة في الصحافة مع أستاذ عماد الدين حسين. هنتكلم ناخد معاه عناوين الأخبار. صباح الخير أستاذ عماد. صباح الفل. أيامنا حافلة دايما مع بعض. خلينا ناخد الأخبار عشان نلحق الوقت، عشان يعني كلامها طول. الشروق الصفحة الأولى، الجولة الثانية، الفرحة تتكرر والتجاوزات تتراجع. والمصري اليوم الصفحة الأولى، الإخوان والسلفيون، هذا فراق بيني وبينك. ومن نفس الصفحة، شكاوى ضد ثلاث قضاة مشرفين على الانتخابات بالجيزة حول تورطهم في التصويت لصالح الحرية والعدالة. والأهرام الصفحة الأولى، تسمم 55 من معتصمي مجلس الوزراء. الشروق الصفحة الثالثة، السجن عامين وغرامة 200 جنيه لمايكل منير. والمصري اليوم الصفحة الثالثة، الحكومة تعلن خلال أيام عن خفض 20 مليار جنيه من الميزانية، عن خطة خفض. الأهرام الصفحة الثالثة، 500 مليون دولار استثمارات سعودية إماراتية في مصر في مجال حديد التسليح والأسمنت. ومن نفس الصفحة، منع اللواء محسن الفحام من التصرف في أمواله أو مبادرة البلاد. وآخر خبر من الصفحة الأولى للأهرام، إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وارتفاعات البناء على نفقة المخالفين. استاذ عماد، قبل ما نتكلم بالتفصيل عن عناوين الاخبار، خلينا نروح نشوف تقرير صغير عن سير العمليه الانتخابيه في اليوم الاول من المرحله الثانيه، ونرجع نتناول الاخبار بتفاصيل. هو تقريبا التقرير لسه مش جاهز، فخلينا ناخد اول خبر من الشروق الصفحه الاولى، الجوله الثانيه، الفرحه تتكرر والتجاوزات تتراجع. بصفة عامة يعني ما حدث شيء جيد، شيء محترم في الإجمال العام. يعني أنك أنت تستمر في المرحلة الثانية، الناس تتدفق على الانتخابات، كان الناس معتقدين أن اللي حصل في المرحلة الأولى لن يتكرر، لكن شفنا طوابير. صحيح أنها لم تكن بنفس الطول الذي رأيناه في المرحلة الأولى، لكن في كل الأحوال عندما يقف مواطنون كبار في السن لمدة ساعتين وثلاثة أمام اللجان، فمعناه أن دي حالة عامة ولم تكن قاصرة فقط على البداية، أو لم تكن قاصرة فقط على القاهرة أو اسكندرية. هذا المشهد تكرر امبارح في أحياء كثيرة جدا شعبية في الجيزة، رأيناه في السويس، رأيناه بعض ملامحه في المنوفية، في سوهاج، حتى في رغم في الدوائر الفردية اللي كان موقف فيها دوائر دايرة القوائم. التجاوزات هي تراجعت قليلا، لكن اتصور ان هي بقت فنيه. تجاوزات ولا انتهاكات؟ يعني هي العمليه الانتخابيه كلها عباره عن اجراءات، فهي مش تجاوز بقى، ده انتهاك على طول. نعم، هو الانتهاك بمعنى انا يعني هقول لحضرتك، علينا احنا نفرق بين شكل ومضمون. عن تجاوزات يمكن ان تؤثر بتاثير رهيب على نتيجه انتخابات، وتجاوزات اخرى لا تؤثر بمثل هذا الحد. ما كان يحدث ايام حسني مبارك كما تعلم ما كانش فيه انتخابات بالمره، كان فيه تسويد وكان فيه المتوفين، ما كانش عندنا عمليه انتخابيه. الان في حريه حقيقيه وفي نزاهه، لكن اتفق معك ان هناك انتهاكات كثيره جدا. اخطات اللجنه العليا للانتخابات انها لم تتصدى لها تصدي. طب بس عشان عندنا مشكله فنيه، احنا هنطلع فاصل ونرجع نكمل حوارنا بعد الفاصل. كاميرا نهارك سعيد كانت موجودة في الدوائر الانتخابية المختلفة في المرحلة الثانية من الانتخابات. تعالوا بينا بسرعة نشوف ايه اللي بيحصل في كل دائرة انتخابية، ونتقابل في آخر رسائلنا. امتازت اللجنة دي بحي العجوزة بعدم وجود أي تجاوزات، بالعكس كان سير العملية الانتخابية ماشي بمنتهى النظام، وده برضه كان رأي الناخبين. نازلة النهاردة عشان البلد تبقى أحسن من الأول، ولازم كلنا يعني نشارك. يعني لا أي حاجة، كل حاجة مسهلة. الأول كان أصعب من كده الصراحة. عشان بلدي، عشان مصر، عشان الشباب اللي حرقوا قلبي زي ابني اللي مات مني الاخر. ربنا كريم ويكرم الدنيا كلها ويكرم شباب مصر. لا الحمد لله، الامور ماشيه مظبوطه. من اول ما جينا هنا من الساعه 7 كنا موجودين، القضاه ما شاء الله زي الفل، واللجنه باديه من الساعه 8، والناس واقفه طوابير ومنظمين، ومفيش اي، لا حتى الناس الاميين اللي بيتقال عليهم اميين ما بيعرفوش، لا بيتسهل لهم وبيخشوا، ومفيش اي مشاكل خالص. لقيت كل تعاون الحقيقه، ناس ممتازين الحمد لله. الصبح بدري كنت ناويه انزل، لقيت فضا كبير جدا في عدد من اللجان، فده شجعني انا
انزل. لكن بعديها بفتره فوجئت انه الكثافه كبيره جدا على عدد من اللجان، ففضلت ان انا اظل في البيت الى ان جاءني اني لازم اعمل تقرير من داخل هذه اللجنه، وهي لجنتي اصلا الانتخابيه. فالحقيقه نزلت فوجئت انه في عدد قليل من الناخبين موجود، لكن هناك تعاون كبير جدا على فكره زي ما انتم شايفين. الاول اقبال جامد ثم هدوء، زي ما انت شايف دلوقتي في نص النهار معقول شويه، لكن اقبال هايل كالصبح. لا ده حق، ده حقه ان هو ينزل، هو حقه ان هو ينزل، لانه ما عرفش حقه مش هيعرف واجبه. لغايه هنا خلصت رسالتنا النهارده من حي العجوزه، نقابلكم في رساله تانية من حي مختلف. مشاهدينا ده كان تقرير عن اللي قلنا عنه عن سير العمليه الانتخابيه. انا بعتذر لان انا معيش سماعه اذن، يعني عندنا بس مشكله فنيه كده، يا رب هترجع قريب يعني السماعات عشان اعرف اتواصل مع الكنترول، فعندنا مشكله في التعامل. التقرير كان حلو قوي، وانا يعني تعليقك عليه ان احنا في امكانيه دايما لتلافي الاخطاء. يعني كان احد المشاكل اللي في المرحله الاولى ان مثلا المنقبات لا احد يستطيع ان يتعرف عليهم. شفنا انه في موظفه موجوده في اللجان، شفنا الدعايه للصمت، كسر الصمت الانتخابي لم ينتهي تماما لكنه قل الى حد ما. انا شفت القاضي هو يعني شوفه شو اتاكد وخلاه تنتخب. نعم. شفنا حاجات تانية اللي هي فكره تحويل بعض، صحيح انهم عدد قليل جدا للنيابه، الناس اللي هم انتهكوا فتره الصمت الانتخابي، لكن اتصور نحن في حاجه الى قرارات حاسمه. في حد فعلا تحول؟ يعني مكتوب في ان هو تم تحويل 9 حالات للنيابه. في كل الاحوال احنا في سنه اولى ديمقراطيه بنتعلم جديد، هنلاقي ده كتير جدا. علينا ان لا نيأس، علينا ان نطبق القانون. لو طبقنا القانون في اللجان الانتخابيه، ان المستشار عبد المعز ابراهيم كان دايما بيقول ده، نطبقه على الارض. النيابه السوري احنا عندنا ترسانه من القوانين يا فندم، مش عارفين نطبق ثلاث ارباعها. يعني ما احنا عندنا اذا استطعنا انه على الاقل الجنود يستطيعوا بالضبطيه القضائيه اللي هم موجودين امام اللجنه انه يقبض على الناس. لما انا مش هدي رساله للاخرين انه ده ممنوع، لكن المشكله نحن لا نفعل ذلك للاسف الشديد. نتمنى يا فندم لانه الموضوع يعني بقى يعني مش عارف اقول ايه، مش عارف اسميه ايه، بس هو يعني عباره عن وضع مش لطيف. يعني المصري اليوم الصفحه الاولى، الاخوان والسلفيون هذا فراق بيني وبينه. حقيقه انا لا اعرف مدى، يعني صحيح انه ده كان في اطار الخلافات بين القوى السياسيه، لكن مدى صحه هذا فراق بيني وبينك انه يصل الى الفراق انا اشك في ذلك، لانه هذا وقت مبكر جدا كي نحكم ان هناك خلاف حقيقي بين الاخوان والسلفيين. انا اتصور العكس، انه في المجلس الشعبي سيكون هناك تنسيق وليس اختلاف. في البعض بيقولون لا توزيع ادوار يعني. نعم. فبالتالي انا لا استطيع ان احكم الان على نوايا القوى السياسيه، علينا ان نحكم ده على ارض الواقع، لكن ان نحكم على مجرد انه في 2 اتخانقوا في لجنه انتخابيه وده اتهم ده بالكذب وده اتهم ده بالخيانه، هذا لا يصلح ان احنا نقيم عليه بناء. لانه في بعض الدوائر الاخرى على سبيل المثال حصل تنسيق انتخابي، وان انا بسيب الدائره دي لفلان او للتيار ده، فبالتالي هذا وقت مبكر جدا كي نحكم. سلام. في جزئيه انه برضه الاخوان قدام جدا في يعني في في في, في السياسه، وبرضه السلفيين حديث وعهد يعني. نعم. فبالتالي لا يعني الاغلب الظن ان التنسيق والتحالف في مجلس الشعب لن يكون بس على ان هو ده سلف وده اخواني، قد نجد توافق على سبيل المثال بين الاخوان والكتله المصريه على فكره ملفات. متى تتلاقى اراده تحالفين او حزبين في مجلس الشعب؟ هذا يتعلق بالملف المطروح. طيب خليني بس نكمل بقيه الاخبار عشان الوقت يبقى ما يخلصش قبل ما نخلصهم، لانه في اخبار مهمه جدا من المصري اليوم مثلا من نفس الصفحه. شكاوى ضد 3 قضاة مشرفين على الانتخابات بالجيزه حال تورطهم في التصويت لصالح الحريه والعداله، وهو ده اللي انا بتكلم عنه، انه يعني كمان حتى القضاة في بينهم مشاكل، ويمكن في مشكله قضاة مجلس الدوله الرتب العليا، يعني حوالي 1800 قاضي ومبعوثين راحوا محافظات ومش مش مش عارف مش عارفين يطبقوا الاقدميه في الموضوع. نعم. بحيث انه يعني هو دول هم يعني الرتب الكبيره وطبعا سنا ومقاما، وليه هم يروحوا اماكن بعيده وقضاء اقل منهم درجات كثيره يبقوا في المناطق الحيويه اللي هي ممكن تبقى مناطق سكنهم كمان. نعم. ففي مشاكل حتى عند القضاء، ودي يمكن من ابرز العناوين النهارده، الشكاوى ضد 3 قضاء. نعم. بصفه عامه في مشكله حقيقيه اسمها انه القضاء المشرف على اللجنه القضائيه، القضاء الواقف
اللي هم القضاة العاديين، الإخوة في مجلس الدولة، قضاة مجلس الدولة والنيابة الإدارية لديهم شكوى دائمة أن القضاة يعاملونهم معاملة درجة تانية، وأنه بيرسلوهم في المحافظات النائية ويرسلوهم في لجان من وجهة نظرهم سيئة لا تتمتع بالامدادات اللازمه. مستشار عبد المعز ابراهيم ردا على هذا الموضوع قال حاجه غريبه جدا، قال ان هم دول لهم اغراض شخصيه والناس طلعوا ردوا عليه بقى ان المجلس ردوا عليه على الهواء. انا لا شيء غريب يعني. انا لا استطيع ان احكم من الصح ومن الخطا، انا اقول لك ان هناك مشكله حقيقيه وهناك مشكله قديمه في الاستفتاء الماضي الذي كان يشرف عليهم قضاه مجلس الدوله. نفس الاتهام وجهه القضاه لقضاه مجلس الدوله انهم تعمدوا التنكيل بهم وارسالهم في اماكن بعيد. نتمنى ان يكون في قواعد، هي المشكله نحن ليس لدينا قواعد حقيقيه تحكم التوزيع ده التسكين. بالنسبه بقى للقواعد، ويعني بما ان احنا بنتكلم على القضاء والاشراف على الانتخابات، انت كنت عارف برضو موضوع انه لازم نعمل نمضي في كشفين؟ انا كنت عارف ان هو واحد، اكتشفت امبارح انه اثنين، فحضرتك كنت عارف؟ اطلاقا انا عرفت من حضرتك. طب دي حاجه جميله جدا طبعا يعني. لكن في نقطه مهمه، الخطوره في الاتهام القضاء بالتحيز لمرشح دون غيره او لتيار دون غيره، شفنا ده كتير واتمنى انه لا يتكرر. طبعا المستشار المعز نفى ده ووصف انه دي شائعه خبيثه وحاجات زي كده، لكن علينا ان ندقق في ده لانه ده ممكن اخطر شيء ممكن يواجه لهذا الانتخابات طبعا هو هذا الاتهام. عدم حياديه القضاء دي تبقى كارثه. نعم بالظبط. طيب الاهرام من الصفحه الاولى، تسمم 55 من معتصمي مجلس الوزراء، وطبعا ده يعني الف سلامه عليهم، ونظريه برضو الايدي الخبيثه ومحاولات تسميم من هم في الميدان وقبل الجمعه، ايه الحكايه؟ في حد بيحاول يولعها ولا هو في محاوله لاغتيالهم ولا في ايه بالظبط؟ طبعا هذه كارثه في كل الاحوال. يعني شوف التوقيت اللي تم ايه، البلد كلها بتحتفل وفرحانه بانتخابات وفجاه يطلع ده العمل ده. يعني اتمنى ان احنا من حكايه الطرف الثالث والتامل على اجهزه الامن دورها ان هي تكشف الحاجات دي، واتمنى كمان من الاخوه في المعتصمين ان هو لا يقبل، يعني في جزء اجرائي مهم ان هم ياخدوه اللي هو انه لازم يفتش ان في ناس كتيره ممكن تكون بتكرههم. لا بس هقول لك حاجه، في جزء برضو مهم في الموضوع، انا رحت الميدان ورحنا وكنا بنودي لهم حاجات وكده، فطبيعي جدا ان الناس بتقبل الحاجه، يعني المفروض ان هي بحسن نيه. يعني طب في واحد سوء نيه ماذا يعني؟ انت برضو كنت هيعرف منين ان الاكل ده كان ملوث او لا مسمم؟ يعني هم برضو مش في وارد على في وارد ان حد يبقى سوء نيه وبان اهو، الله اعلم مين المسؤول ولا كيف تم ده، لكن انا اتحدث عن دور مجلس عن دور وزاره الداخليه وعن دور الاجهزه المختصه ان هي تتابع ده وتكشف ده. امبارح في الميدان انا كنت موجود معاهم بالليل، ان هم بيتهموا الحكومه هي اللي سممتهم حتى بناخشهم. طيب ما الحكومه دي الاكثر تضررا مش انتوا؟ والميدان بيقولوا اتقفل واتفتح. اتقفل فعلا لدقائق وتم فتحه وعادت الحركه الطبيعيه كما هي. طيب من الشروق الصفحه الثالثه، السجن عاملين وغرامه 200 جنيه لمايكل منير. من وجهة نظر القضاء العسكري أنه هذه القضية لم تكن قضية رأي، هي قضية سب وقصف في القوات المسلحة ويعاقب عليه القانون. أسرة مايكل نبيل وأصحابه وجمعية حقوق الإنسان بتعتبر هذه قضية رأي. المحامي حاول يدفع، يعني ده كان تطور، أن ما كتب على مدونة مايكل نبيل لم يكن هو الذي كتبه، لكن دس عليه بواسطة أطراف أخرى، وأنه يعني طلبوا مشورة أو رأي الأجهزة الفنية المختصة لتحديد كيف تم وضع هذه المادة المسيئة للقوات المسلحة. في كل الأحوال يعني علينا أن نفرق كثيرا جدا بين ما هو رأي علينا أن ندافع عنه بطول الخط، يعني نحن مع رأي أي شخص. وبرضو يعني برضو الناس مش فاهمة الجزئية دي، لأنه برضو كان في تصريحات نارية للدكتور أحمد أبو بركة. لا بص سأقول لك تخص المجلس العسكري اللواء الملا، ويعني ما قاله تصريحات نارية. لا ما قاله، يقال في مفاوضات ويقال حاجات كتير. نعم يعني ليه ما حصلش في ده زي ده برضو؟ نعم الناس بتسأل. يعني سأقول لك ما قاله أحمد أبو بركة يتعلق برأيه في المجلس العسكري. المجلس العسكري مجلس سياسي، القوات المسلحة تقول أن مايكل نبيل تحدث عن أشياء محظور الحديث عنها عن القوات المسلحة. عندما تدعو لوقف التجنيد مثلا، هذا ليس رأيا، هذا يدخل في هذا ما تقول. أنا لا أتبنى رأيا، أنا أقول لك ماذا تقول القوات المسلحة وماذا يقول القانون العسكري. طب مايكل منير ولا مايكل نبيل؟ مايكل نبيل. مايكل نبيل. مايكل نبيل. مكتوبة ماشي. مكتوبة غلط. لا مايكل نبيل طبعا. نبيل طبعا. ماشي. فهم يقولون أن هذه القضية ليست قضية رأي. أنت تقول مثلا أنا أختلف مع المجلس العسكري وسياساته، هذا رأي وكلنا بنقول ده كل يوم، أو سياساته خاطئة تماما. لكن عندما أقول أن التجنيد مفروض يتوقف، وأن احنا مفروض نعمل علاقة أن احنا إسرائيل دي دولة محترمة جدا، دولة إسرائيل دولة محترمة ممكن يكون رأيك، لكن احنا نلغي التجنيد
معرفش حكم وصدر و انا عندي لا تعليق، عندي حضرتك قلت كل التعليق.